القضائية بعنابة تفكك أكبر شبكة لتجنيد الشباب الجزائري بشرق البلاد للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي. قرار جديد للاتحاد الأوروبي حول تأشيرة شنغن ملزمون بزيارة الدولة التي سلمت له تأشيرة الدعم. اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني يتجه نحو الحصول على لقب أفضل هداف إفريقي في أوروبا وتتويج فريقه سبورتينغ بلقب بطولة البرتغال. شرطة القضائية لأمن عنابة في سرية تامة وبعد رحلة بحث وتحر دامت عدة أشهر، شبكة تضم 6 أشخاص من بينهم جزائريون وتونسيون ينشطون ضمن شبكة دولية تجنيد الشباب الجزائريين. الشباب ينحدر معظمهم من 5 ولايات شرقية هي عنابة، سكيكدا، قالمة، طارف وسوق هراس، وكانت الشبكة تعمل على تجنيدهم للقتال في سوريا تحت لواء تنظيم داعش. دوليا قرر الاتحاد الاوروبي اجراء جديدا يلزم المتحصلين على تاشيره شنغن بزياره الدوله التي تحصلوا من مصالحها القنصليه على التاشيره. وتبعا لذلك سيتم منع اي مسافر من الدخول في حال محاوله زياره دوله اوروبيه ثانيه قبل زياره الدوله التي سلمت له التاشيره. اخيرا في الرياضه اصبح المهاجم الدولي الجزائري اسلام سليماني افضل هداف افريقي في اوروبا بعد وصول رصيده الى 24 هدفا مع فريقه سبورتينغ لشبونه. نعم نورا، هذا وسيكون بامكان سليماني الذي يؤدي في موسم استثنائي تجاوز رقم مخلوفي وتهديد رقم مجاني، والاهم من كل هذا محاوله التتويج مع فريقه سبورتينغ بلقب بطوله البرتغال. وبالخبر الرياضي نصل الى نهايه النشره. وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مصالح الشرطة القضائية بعنبة تفكك أكبر شبكة في تجنيد الشباب الجزائري بشرق البلاد للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي. في قرار جديد للاتحاد الأوروبي حاملو تأشيرة شنغن ملزمون بزيارة الدولة التي سلمت لهم التأشيرة أولا. اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني يتجه نحو الحصول على لقب أفضل هداف إفريقي في أوروبا وتتويج فريق سبورتينغ بلقب بطولة البرتغال. بإمكانكم مشاهدينا متابعة بقية الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة.